السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم، هذه حلقة صغيرة وبسيطة حول بعض المتفجرات التي تعود إلى ملايين السنين. انظر إلى هذه المتفجرات، الجميل في الأمر هنا أيضا نوعية من قنفذ البحر الأحفوري المتحجر. هذه أشواك لهذه الأنواع المتحجرة. متحجرات تعود إلى ملايين السنين. متحجرات تعود إلى ملايين السنين. نوع من قنافذ البحر الأحفورية الأثرية. هذا حلزون متحجر. هاي أحجار اليد. هذا نوع من أنواع الفحم الحجري المتحجر. نوع من أنواع صنف من الأصناف. هذه حلقة للذين يحبون ويقتنون عن الأحجار أو الحيوانات المتحجرة، الحيوانات البحرية المتحجرة وغيرها.
ونحن في حلقة سابقة قديمة قد عرضنا حول قنفذ البحر الفوري الذي مع الأسف هناك كثير من الناس يستغلون هذه الأشياء لمصالح مضرة إلى الناس. لكن جميع هالأشياء محجرات جميلة للاقتناق. سوف نقوم الآن عزيزي المشاهد في جولة بسيطة وجميلة ولطيفة على إحدى سواحل البحر. السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. اليوم أنا صراحة بأحد السواحل الجميلة. هنا ماكو همينة هواي ناس، واحد شوي ياخذ راحته من ناحية تنقل. طبعا هنا حجارة، هاي حجارة اللي جيتها جميلة ومثقوبة. طبعا هو الشخص يستطيع يلقى شغلات جميلة على السواحل. هناك كثير من الرخويات المتحجرة ممكن واحد يسوي من عندها أشياء جميلة، ممكن يسقلها للمحابس، الجلايد وأشياء أخرى. فإذا واحد راح للسواحل لا يفوت هاي الفرصة ويدور على أحجار جميلة. هناك كثير من الأحجار الجميلة وهناك كمية كبيرة من الرخويات المتحجرة هاي جميلة صراحة، لطيفة، يعني حجارة جميلة ولطيفة. هاي ما تفضل، شوف هاي همينة، شوف شلون هاي مثقوبة من الجهتين. أغلبية الظن والله أعلم هي من الرخويات المتحجرة على مدى ملايين السنين. بعض من عندها تكون ممكن ثقوب طبيعية، لكن أغلب الظن تكون رخويات بحرية. اليوم احنا على الساحل، نشوف هاي الحجارة الجميلة. شوف عزيزي مشاهد، هاي شيء جميل. هاي الذين يقتنون الأحجار، يعني أشياء بسيطة لطيفة تكون بهذا الشكل الجميل. يعني تبقى الشغلة للهاوي. تفضلوا، طبعا هناك قطع كثيرة كثيرة، يعني الواحد إذا يقتني الأحجار ويحب الأحجار البسيطة، أحجار بسيطة من على السواحل ممكن الشخص يلقى أشياء جميلة. طبعا لقيت هذا الشيء على البحر، وكنت أظن أول ما شفته سن مال الأسماك القرش العملاقة، يعني منذ أيام الديناصورات، لكن لا، طلعت صخرة صراحة على هيئة سن. سبحان الله،